هلا بالشيخ، هلا والله، الله حيا. شلونك؟ وشي؟ خش شاحن بس. شلونك؟ الحمد لله. وين الناس يا اخوي؟ والله موجودين صراحة. شلون موجودين؟ موجودين بالرياض. لا حس ولا خبر. تعرف مشغول صراحة البيت الله خير. ايه طلع يا جماعة بدر مشغول عنده حفل تخرج. ايه مشغول. الصدمة في الموضوع انه ما عزمني. طبعا ما عزمني. والله ما عزمني. طبعا ما عزمتك. ما انت بصاحي انت والله ما انت بصاحي. شلون؟ يعني تعرف انه في اهالي خوالي ما في ناس اهم منك كثير. غصب يعني تجي. وش البجاحة ذي يا عبد الرحمن؟ معليش. شلون؟ يعني لا تصير بجيء عند بعد. يعني ما عزمتك. لا تعزم نفسك. تدري ان لك الشرف اذا جيت؟ لي الشرف بس ما قلت شيء اقول لك ما انت بمعزوم. ما يعني لازم اقولها كذا. ما انت بمعزوم. دقيقة الحين انت في المتوسط. شلون حفل تخرج؟ لا متوسط. طيب شلون حفل تخرج؟ رايح ثانوي. رايح ثانوي؟ يعني مسوي لك حفل تخرج عشانك رحت للثانوي؟ طبعا. شو السواليف ذي؟ شنو شو السواليف ذي؟ من متى في حفل تخرج؟ معروف. من المتوسط للثانوي؟ من جيل 2000 معروف الكلام ذا. يعني انت مواليد 2000؟ اي 2004. شو ذا سيارة مو بآدمي. يا اخي في دمك انت مرة فلة نكتة اقسم بالله ما اقولها ببقالة والله. يا ابوي لا تنكت يرحم امك. مرة نكتك نايمة والله. طب اسمع انا بصير احسن منك وبجيب لك هدية تخرج. كافي اوكي؟ والله بس اهم شيء اني بسألك سؤال وتجاوب على هالسؤال اجابة صحيحة. ان ما جاوبت صح ماني بجيب لك شيء. طب يلحس المخ. لا لا ما يلحس المخ. سؤال سهل بس اهم شيء انك تجاوب بسرعة. تم؟ تم. شرط السؤال انك تجاوب بسرعة. طيب. تخيل انك واقف قدام هذا البيت بتدخل مكتوب ممنوع دخول الحيوانات بتدخل. لا انت الحيوان ما يبدا. وش سؤال لو والله انا جايك ما بحب امشي امشي مكتوب ممنوع دخول الحيوانات شلون تقول لا والله انا عايز مخي يعني 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 انت حيوان انت الحيوان اجحدها لا تقول ما جاب لي هدية تخرج اجب الله يفوز والله يفوز يفوز خلاص الوجه بالوجه ابيض الوجه طبعا الويكند الجاي يا جماعة في مسرحية العظماء السبعة في الرياض بيقدمها جروب البلام حسن البلام احمد العونان زهرة عرفات انا اول واحد يجي وباقي الجروب كامل انت شو بتجي بس بدبر تذاكر بتدبر تذاكر حلو والله تبيني اجيب لك تذاكر صح لا لا انت تبيني بس ترى في ناس اهم منك ابوي تهون كل شيء عشان الكرامة في ناس اهم منك اجيب تذاكر من اي مصدر ابوي لا تهايط المهم لا تعزم نفسك المسرحية راح تكون 3 أيام خميس جمعة سبت في جامعة الأميرة نورة قاعة المؤتمرات طبعا نقاط البيع في عن طريق الأونلاين من هنا وفي عن طريق مركز صدى الاتصالات في المرسلات أو محل أبينون شوكلت تحصلون تذاكر هناك المواقف الزينة يا جماعة مواقف كذا مرسمين على أغلب الجدران اللي هنا رسومات جرافيتي فمعطي حركة رهيبة في المواقف شوف هناك وريكم واحد يا جماعة الحين أنا أعتبره من أكبر وجيه النحس على الهلال إذا حضر أي مباراة أعرف أن الهلال بيتعطل يا بيخسر يا بيتعادل طبعا لو ما حضر أنا أضمن الفوز اللهم لك الحمد أول شيء هلا بالدحمي كذاب مفتري طب اسمعني حضرت مباراة هاول الوحدة اللي تعادل فيها الهلال طيب حضرت مباراة هياو الوحد اللي تعطل فيها الهلال حضرت مباراة هياو الرائد حلو طيب اصبر اصبر هذه ثلاث مباريات الموسم هذا حضرت 20 ثلاث مباريات الموسم هذا تعطل فيها الهلال حسبي الله ونعم الوكيل لكن اقسم بالله ربي بياخذ وجه النحس حضرت 20 طيب تحضر مباراة هياو النصر الجايه والله ما احضر حلو الف مبروك